هاي الاسم الرسمي لهونغ كونغ هو هونغ كونغ سبيشال ادمنستريتيف ريجن، وكلمة هونغ كونغ تعني المينا العطر. تحتل هونغ كونغ المرتبة الأولى عالميا من ناحية عدد سيارات رولز رويس على عدد السكان، وكمان بتضم أكبر عدد من ناطحات السحاب بيوصل لضعف عددهم بنيويورك يلي بتحل بالمرتبة الثانية بعدها، وتعتبر من أكثر المدن يلي فيها كثافة سكانية بالعالم. بيستخدم المهندسين الفينغ شوي بتصميم وتنفيذ المباني بهالمدينة. تناول النودلز على عيد ميلاد الشخص هو عادة معروفة مقصود منها الحصول على حياة طويلة وسعيدة. مين قال إنه البنايات بهونغ كونغ تفتقد للطابق رقم 4؟ لأنه كلمة 4 تعني الموت بالصيني، لهيك هو رقم شؤم، بينما رقم 8 بيمثل الغنى. أنا قال، بشوفكم بكره.